سوق المالية الثانية. وليد البواردي مدير إدارة الأسواق في تداول يوضح في مقابلة مع العربية أن متطلبات القيمة السوقية للسوق الثانية تبلغ 10 ملايين ريال بدلاً من 100 مليون ريال، وطرح 20% على الأقل من أسهم الشركة بدلاً من 30%. مبيعات التسجيل البريطانية تسجل قفزة في يوليو بنحو 6% على أساس سنوي، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ سبتمبر الماضي. محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفدرالي الأمريكي يظهر أن عدداً من الأعضاء ممن لديهم حق التصويت يرون أن هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة قريباً.